إن شاء الله هنبتدي المحاضرة رقم 5 في موضوع الاسترات اند تايم موديل. النهارده 28/10. احنا كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الطرق اللي انا بستخدمها، يعني يمكن كان في عنوان بيقول how to build، ازاي نبني او نرسم يعني، او ممكن نقول set up او how to develop strat and tie model. ازاي نعمل strat and tie model وكده. فاحنا كنا ذكرنا طريقتين، الطريقة الاولانية اللي هي linear elastic method. يمكن كنا اعترضنا شوية على اساس ان احنا في نظريه الاسترات اند تاي بنكون بنحسب الالتيميت كاباسيتي، يعني احنا ات التيميت، يعني فازاي يبقى واحد عند الالتيميت ويشتغل بالايه، باللينير الاستيك وكده يعني. وده حتى لو الاحمال وركينج مش التيميت بيحصل كراكس وكده، فما بالك لما توصل للالتيميت وكده. لكن احنا قلنا يعني ان احنا طبعا اكيد هيحصل فرق في النتائج او خلاف وكده، لكن احنا قلنا ان الفرق بيبقى بسيط، والسبب بيرجع لان الخرسانه يعني بيبقى فيها شيء من الداكتيليتي وكده، ووجود الحديد برضو بيساهم في ان الامور تبقى قريبه، يعني الفرق يبقى ايه مش بعيد وكده، يعني ان احنا نقبل النتائج بتاعه اللينير الاستيك. وقلنا في طريقه ثانيه ويمكن دي اللي احنا هنعتمد عليها اكتر، اللي هي لود باث ايه ميثود، اللي هي من خلالها يعني بندرس الفلو اوف ايه اوف فورسز، بنمشي ورا الفورسز. بيبقى عندي في لود فوق، في ابلايد لود، بيبقى في المساله في ابلايد لود مثلا. اللود ده بيمشي داخل المسألة لغاية لما يوصل للايه، يخرج عن طريق مين، عن طريق الايه السبورتس وكده يعني. فاحنا هنبحث في الموديل اللي هو داخل الايه، داخل الجسم بتاع المسألة، وقلنا بنسميه سترات انتاي ايه موديل وكده. هنركز بقى دلوقتي مع الايه، مع الطريقة الثانية، ناخد معاها شوط طويل شوية، وهناخد يمكن في المحاضرة رقم 6 مثال محلول. احنا كنا اخدنا مسألة قبل كده، هناخد كمان مثال النهاردة وكده. بس في حاجات هنحاول نتعرف عليها الاول قبل ما نوصل للايه، للمثال وكده يعني. فالعنوان مازال اللي هو اللود باث ميثود. هناخد اول جزئيه اللي هي الموديل ريكويرمنت. في بقى بعض الحاجات كأني بقى بطلب منك تخلي بالك، يعني تحاول تحققها وانت بتعمل الايه الاسترات انتاي موديل. اول عنصر بيقول ايه، equilibrium of forces should be maintained. يعني ايه؟ طبعا واضح ان الاساس ان انا عندي موديل عبارة عن مجموعة من الستراتس ومجموعة من التايز، ويبقى في
ابلايد لود وفي رياكشنز. فلازم يتحقق ايه الاكوليبريم، لازم يبقى مثلا سمشن القوى سي مثلا في اتجاه واي بيساوي ايه صفر وكده. يعني مثلا لو انا عندي القوى دي اسمها اف وفي سيمتري، فدي هتطلع اف على 2 ودي هتطلع اف على 2، بحيث في النهايه يبقى في ايه، يبقى في اكوليبريم. فيمكن انت معظم الشغل بتاعك هيبقى مبني على الاكوليبريم. ولو انت كمان عاوز تجيب الفورس في اي استرات مثلا هتجيبها عن طريق انك بتعمل ايه اتزان للايه للجوينتس وكده. يعني لو عندي تنشن وعندي كومبريشن اقدر اجيب الفورس في اي ممبر عن طريق الاكوليبريم وكده. مع الجزء ده في حاجات مهمه لازم ناخد بالنا منها. بيقول ان الفورسز في الاستراتس، احنا عارفين استرات يعني ايه كومبريشن ممبر، الفورسز في الاستراتس وفي التايز اللي هي التنشن ممبرز should be uniaxial، should be uniaxial. يعني ايه uniaxial؟ يعني اي ممبر سواء كان استرات او تاي بيبقى axially loaded. يعني ايه الحمل ماشي مع الايه، مع المحور. يعني ايه بالظبط كده؟ لو انا برسم كانه تراس ممبر والتراس ممبر ده فيه حمل بيأثر فين؟ في المحور. يعني مفيش مومنت، مفيش ايه، مفيش شير، فقط في ايه، في نورمال. يعني لو ده الممبر وانا بقول لك ارسم النورمال فورس دايجرام هيطلع عندي في نورمال فورس دايجرام اللي هو هيبقى عباره عن ايه، ده تنشن مثلا دايجرام والقيمه ثابته والحمل بيأثر في المحور، فيطلع عندي في نورمال فورس دايجرام. لكن مفيش مومنت، مفيش ايه، مفيش مومنت، مفيش شير وكده. يعني فده جاي من ان الفورسز بتبقى ايه، يوني اكسيال. طبعا انا عارف ان في حاجه اسمها يوني وفي حاجه اسمها باي وفي حاجه اسمها ايه، اسمها تراي. يوني يعني ايه؟ يوني يعني وحيد، وباي يعني ايه، ثنائي، وتراي يعني ايه، يعني ثلاثي. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا لو عندي element وحملته في ناحية واحدة ده يبقى يوني اكسيال، لو حملته في ناحيتين يبقى ايه؟ يبقى باي اكسيال. لو حملته بقى في الثلاث نواحي في السبيس يعني يبقى في الحالة ديت عندي ايه؟ تراي ايه؟ تراي اكسيال. فاحنا طبعا عندنا مين؟ عندنا النوع الاول اللي هو الايه؟ اليوني ايه؟ اليوني اكسيال. برضو من ضمن الحاجات المرتبطة بالعنصر الاولاني ان انا بيبقى عندي hypothetical pin jointed truss. يعني ايه الاسترات ان تاي دوت؟ بما ان انا فرض ان ال elements او members هيكون فيها uniaxial forces فقط، يبقى لازم الجوينتس نفسها تبقى ايه، تبقى بين ايه، بين جوينت كانها ايه، مفصل يعني يسمح بالايه، بالروتيشن. فيش ايه، ما بيمنعش الايه الروتيشن وكده. لكن ده فرضيه يعني ما هوش ايه، ما هوش شيء حقيقي، فدي فرضيه. لكن هو الكلام بيكمل بعضه يعني عشان يبقى يوني اكسيال يبقى لازم تبقى بين جوينت وكده يعني. وبالتالي احنا كنا بنقول في الاخر ان انا بوصل لما يعرف بالايه، بالايديالايزد ايه تراس. يعني هو في الحقيقه مش تراس، لكن احنا في النهايه يعني هنعمل تعديل او هنوصله في النهايه او هنعتبره ايه، هنعتبره كانه ايه، كانه تراس. فالتراس بتبقى الجوينتس بتاعته بين جوينتس وبتبقى الممبرز فيها يوني اكسيال ايه، يوني اكسيال لودز، وبالتالي مفيش مومنت ومفيش ايه، مفيش شير. طبعا في برضو جزئيه لازم تتحقق، لازم ايه، لازم تتحقق ان الكلام اللي فات ده كله بيتطلب شيء، وده ممكن يجي في عنصر تاني، ان الفورسز لازم تاثر فين،
لا بما ان انت بتقول الممبرز هيبقى فيها يوني اكسيال فورسز والجوينتس هتبقى بين جوينتس، يبقى اللودز اصلا او يبقى مكانها فين؟ يبقى اللودز لازم يكون مكانها فين؟ يكون مكانها عند الجوينتس. ما ينفعش بقى اجي ايه احط لود فين؟ على الممبر نفسه، لان لو حطيت لود على الممبر يبقى انا دلوقتي خالفت الايه؟ خالفت الفرضيه ان هو يوني اكسيال ايه؟ او اكسيالي لودد. فلازم الفورسز يكون مكانها فين؟ مكانها عند النودز، مكانها عند النودز. طب افرض انا عندي في المساله يعني انا اقدر دلوقتي اقول ان الاستراد ان تاي موديل زيها زي الفاينات اليمنت ميثود، ممكن اقول عليها مثلا ان هي نودال ايه؟ نودال ميثود، صح؟ ليه؟ لان لازم الفورسز والرياكشنز وكل ده يكون فين؟ يكون عند النودز. فبالتالي لو انا عندي حمل موزع، لو عندي حمل موزع مش هقدر اتصرف مع الحمل الموزع، لان الحمل الموزع مش موجود فين؟ مش موجود عند النود. فهضطر اعمل ايه في الحمل الموزع؟ فاكرين احنا المساله اللي احنا اخذناها في الاول خالص، كان عندي ديب بيم وكان عندي هنا حمل، الحمل ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن بريشر، والبريشر ده كان على شكل شبه منحرف. فطبعا انا حتى الرياكشن نفسه تحت، يعني انت لو نزلت تحت هتلاقي الرياكشن ليه مكان، يعني مش بوينت، يعني في عرض. فالرياكشن نفسه متوزع، الرياكشن متوزع، لكن انا كنت بشيل الرياكشن واحط مكانه ايه؟ احط مكانه المحصله، احط مكانه الايه؟ المحصله. فكان انا سميت ايامها المحصله بتاعت الرياكشن اللي على الشمال سميتها ايه، والمحصله بتاعت الرياكشن اللي على اليمين سميتها بي. فكان لازم برضو اشيل اللود اللي فوق اللي هو موزع واستبدله بايه؟ واستبدله بايه؟ باحمال مركزه عشان اثر بيها فين؟ اثر بيها عند الايه؟ النودز. فاحنا المره اللي فاتت جينا قسمنا شبه المنحرف، قسمناه لايه؟ لمساحتين، قسمناه لمساحتين، مساحه منهم لما ركزها المساحه اللي على الشمال لما ركزها تطلع الحمل اللي اسمه ايه؟ اللي هو مركز، والمساحه اللي على اليمين لما ركزها تطلع الحمل اللي هو ايه؟ اللي هو بي. بالتالي في الحاله ديت لازم بقى يطلع عند الحمل ايه؟ ياثر على نود، والحمل بي ياثر على ايه؟ ياثر على نود. فاذا انا عشان اكمل الموضوع بتاعي ويبقى ده تراس، ويبقى الجوينتس بين جوينتس، ويبقى الممبرز بتشيل اكسيال لودز، ومفيش مومنت ومفيش شير، يبقى لازم احول الحمل الموزع الى مكافئ ايه؟ متركز فين؟ متركز عند الايه؟ عند النودز، لان انا ما عنديش سبيل ادخل عن طريقه الا عن طريق مين؟ يبقى المدخل عن طريق نود، والمخرج عن طريق ايه؟ والمخرج بيكون عن طريق نود ايضا كده. ده يعني هنروح بقى بعد كده للفرضيه الثانيه او للشرط الثاني اللي هو المفروض يتحقق برضه. انا قلت في الاول خالص العنوان كان موديل ريكويرمنتس، متطلبات المفروض تتحقق فين؟ في الموديل. يعني وانت بتعمل الموديل خلي بالك حقق الايه؟ حوالي 9 ايه؟ متطلبات. يعني احنا دلوقتي في المتطلب رقم 2 بيقول الاستراتس، لو انا بقى رحت للاستراتس اللي هي فيها كومبريشن، بيقول must not cross or overlap each other. يعني ايه؟ ما ينفعش وانت بتعمل موديل مثلا ان تلاقي الاستراتس بتعمل كروسنج، يعني واحد راح شمال تاني راح يمين، بيعملوا ايه؟ تقاطع. ما ينفعش، وما ينفعش برضو يبقى في اوفرلاب، يعني يجوا في مكان وده دخل عند ده والعكس وكده يعني. لكن الكلام ده مسموح، يعني في يعني ايه استثناء صغير، الكلام ده مسموح في ايه؟ اونلي فين بقى ده ممكن يحصل؟ فين؟ ان هم يتقابلوا او يتداخلوا، ان هم يتقابلوا او يتداخلوا، ده مسموح بيه فين؟ في استثناء من القاعده ديت، ان الكلام ده يحصل فين؟ ان هم يتقابلوا او يتقاطعوا. حد يعرف؟ يبقى عند الايه؟ only at ايه؟ at nodes. احنا قلنا بقى طبعا هنسمي الايه؟ هنسمي الجوينتس هنسميها ايه؟ هنسميها نودز. فانا بيبقى مسموح ان الاستراتس تتقاطع او تتداخل عند الايه؟ النودز. مثال مثلا لو انا مثلا عندي ديب بيم وعليها حمل مركز، فطبعا بينزل من الحمل المركز كام استرات؟ 2 ايه؟ 2 استراتس.
التو ستراتس لو انت بصيت هنا هتلاقي في نود عند الاي، في نود عند الاي، فلو انت رحت للاي هتلاقي فعلا الاسترات اللي على اليمين بيقابل الاسترات اللي على الشمال فين؟ عند الاي. هنا حصل تقاطع، بس ما يقدروش بقى يكملوا من بعد الايه التقاطع، لا هم يا دوب هيتقابلوا عند النود ويحصل كروسنج ويبقى ايه في ستوبنج وكده يعني. طبعا انت لو جيت ترسم بقى الاسترات اللي مرسوم دوت هو عباره عن السنتر لاين بتاع مين؟ بتاع الاسترات، لكن الاسترات ده بيبقى له ايه؟ ويدث، بيبقى له ايه؟ بيبقى له عرض. فانت بترسم ده في السنتر لاين، فلما بترسم الاسترات ده بيبقى الويدث بتاع الايه؟ الدبليو بتاع ايه؟ الاسترات. ونفس القصه لو انت رحت للاسترات اللي على اليمين هتلاقي له ايه؟ يعني سي ده دبليو اس 1 ده دبليو اس 2. فانت طبعا لو طلعت فوق كده كملت لبدايه الاسترات هيبقى ايه؟ نص يمين ونص شمال، ولو طلعنا برضو بالاسترات الثاني لغايه بدايه الاسترات هيبقى برضو نص السكنس يمين ونص السكنس ايه؟ شمال. فتلاقي في جزء كده حصل فيه ايه؟ في اوفرلاب، حصل فيه ايه؟ اوفرلاب. ليه؟ خلاص ده غصب يعني، لان الموديل لما باجي احوله للاكشوال فبدي نص العرض على اليمين ونص العرض على الشمال، فحصل ايه؟ حصل اوفرلاب. يبقى التداخل او ان هم يقطعوا بعض ده مسموح بيه فقط فين؟ عند الايه؟ النودز. يبقى ما ينفعش في مساله من المسائل مثلا الاقي واحد عامل مثلا ايه؟ عامل استرات مثلا ماشي كده والاسترات الثاني ماشي عكسيه والاثنين مثلا متقابلين في ايه؟ في نقطه. ما ينفعش، لا يبقى فقط الكروسنج او الاوفرلابنج يبقى فين؟ يبقى عند الايه؟ عند الجوينتس. ده بالنسبه للاستراتس. لو رحنا بقى للريكويرمنت رقم 3 هتلاقيه يخص الايه؟ يخص التايز وكده. هل نفس الكلام اللي فات ده يمشي مع التايز وكده ولا برده غير مقبول؟ هنا بقى بيقول ايه؟ بيقول ان التايز اللي هي اللي فيها تنشن كان ايه؟ اوفرلاب، كان اوفرلاب استراتس، مش اوفرلاب بعضيها لا يعني. وممكن برضو يحصل اوفرلاب ما بين اتنين تاي وكده يعني، هنشوف يعني. لكن ممكن التاي يعمل كروسنج مع مين؟ مع ايه؟ مع استرات اور اذر ايه؟ اور اذر ايه؟ اذر تايز يعني، ممكن طاي يقطع طاي وكده يعني. طيب تعال نشوف مثال كده يعني. طبعا انت في الواقع العملي بتلاقي ايه؟ ساعات تبقى في شبكه من الحديد مثلا، سي مثلا حديد افقي وحديد راسي يعني. انا مثلا لو عندي مثلا شير وول مثلا، فالشير وول ديت بيبقى فيها ايه؟ حديد راسي، بيبقى فيها حديد راسي وفيها حديد افقي. طبعا انا لو بصيت فوق اشوف الحديد الراسي، بشوف كده سيخين كل شويه ايه؟ سيخين، دول بيمثلوا مين؟ الحديد الراسي. وانا لو بصيت في الجنب، لو بصيت في الجنب الاقي برضو في ايه؟ دايما في ايه؟ سيخين. السيخين اللي في الجنب دول بيمثلوا مين؟ ده الحديد الافقي اللي هو ايه؟ اللي هو الكانه، اللي هي الاستراب الكانه، او الحديد الافقي، مش لازم كانه، كانه واحد عامل طبقتين متعامدتين يعني، واحده راسيه والثانيه افقي. وطبعا الحديد اللي فوق ده لو انا خدت سيخين يبقى ده بيمثل مين؟ الفيرتيكال، بيمثل الحديد الايه؟ الراسي. فهنا لما انا بصيت على السايد كده على الفيس بتاع الحائط فلقيت في شبكه، في حديد قاطع مين؟ قاطع حديد. لكن هو في الواقع مش بيبقى تقاطع بالشكل دوت لا يعني. لو انت رسمت بقى في الشكل مظبوط في الواقع العملي هتلاقي ده سيخ مثلا، اللي هو السيخ المين؟ السيخ الراسي. لكن بتلاقي السيخ الافقي ايه؟ بيبقى ايه؟ ماشي جنبه، ماشي ايه؟ ماشي جنبيه، مش السخين هيجوا في مكان ويسيحوا مثلا ويبقوا قطعه واحده يعني، مش هلحمهم او يبقوا ايه؟ لا يعني ممكن تلاقي ده ماشي من جنب ده تاتش ليه، لكن لو ده فيه قوه وده فيه قوه مش بيأثرهم على بعض يعني مش اربع قوه خارجين من نقطه مثلا كده، مش دي تنشن ودي تنشن ودي تنشن والاربعه خارجين من نقطه، لا ده بالظبط زي ما كنا ساعات بنرسم كده، كان انا برسم ايه؟ حاجه بالشكل ده، ده فيه تنشن مثلا وده فيه تنشن، لكن هما ماشيين جنب ايه؟ بعض يعني، ده مشدود لوحده وده ايه؟ وده مشدود ايه؟ مشدود لوحده كده. طبعا في مسائل كتير هتقابلنا يعني، احنا كنا يمكن في البدايه خالص كنا لما كنا بنتكلم عن الدي ريجونز وكده كنا قلنا مساله ان ممكن يبقى عندي جزء من بيم مثلا والجزء دوت حصل ابرابت تشينج في الايه؟
في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في السايز او في الايه او في الدايمنشنز. يعني الدايمنشن هنا كان اتش 1، الدايمنشن هنا كان اتش 2، اتغير من السيكنس الصغير للكبير فحصل ابرابت تشينج وكده. فالمنطقه ديت كنا بنقول عليها ترانزيشن اريا وبنقول عليها ايه دي ريجن وكده. انا بعد شويه بقى لما قدام شويه لما اجي احل المساله ديت واجي ارسم الموديل اللي هو الاسترات ان تايم موديل، هلاقي فيه كده في تاي ماشي كده، ده عباره عن تاي اللي هو الحديد اللي هو بيمثل مين، بيمثل السيخ الحديد. فانا بيبقى عندي سيخ حديد تحت موجود تحت، ده سيخ حديد، وبعدين الحديد ده السكه تسدد في وشه فبيطلع ايه، بيطلع راسي لغايه فوق. نفس القصه بيبقى عندي هنا حديد افقي، بيبقى لان طبعا المومنت بوزيتيف ففي المساله المومنت محتاج الحديد فين، محتاج الحديد تحت، فانا حطيت حديد تحت على الشمال، وبعدين الحديد ده محتاج يمتد فالطريق مفتوح، فانا بمشي السيخ ايه ستريت ما عنديش مشكله. لكن الحديد اللي جاي من تحت دوت اللي هو التنشن اللي تحت لما بيوصل للنهايه هنا بيلاقي مفيش مكان، فيعمل ايه، مش قادر يكمل حقه ايه ستريت، فيضطر يطلع ايه، هيطلع راسي وكده فيكمل حقه ايه راسي. ففي الحاله ديت بلاقي ايه، بلاقي المساله دي عشان تكمل بلاقيني محتاج هنا استرات كده عشان يعمل ايه، يعمل ايكوليبريم، ومحتاج هنا ايه، ومحتاج هنا استرات. وطبعا بنكمل فوق كده بيبقى لان فوق اصلا فوق كومبريشن، يعني الكاميرا من فوق بيبقى فيها ايه، بيبقى فيها كومبريشن، فيبقى عند التوب في كومبريشن ممبرز وعند البوتوم في تنشن. وبعدين في المكان دوت انت قطعت السيخ فلازم تدي طول رباط، وتدي طول رباط. زمان كنا احنا بناخد المسافه دي اللي هي طول الايه من التقاطع اللي هو عند الجوينت ايه، كنا بنمد كل سيخ ايه طول رباط وكده يعني. فواضح هنا ايه اللي انا عاوز اوصل له، ان في هنا كام تاي اتقابلوا، في كام تاي اتقابلوا عند نقطه ايه، في اتنين، حصل ايه، حصل كروسنج. لكن لما تيجي تبص في الواقع هتلاقي هم سيخين جنب بعض، سيخ ماشي افقي وسيخ ايه بيمشي راسي وكده يعني. ده الفرد الايه رقم كام، رقم ايه 3. الفرد رقم 4 او الريكويرمنت رقم 4 بيقول ايه، بيقول المينيمم انجل، المينيمم انجل يعني اقل حد للزاويه بين مين بقى، بتوين الاستراتس والتايز should be 25. الزاوية ما بين الاسترات والتاي ما تقلش عن كام، ما تقلش عن 25 درجة. بمعنى ايه، لو انا في مسألة ولقيت الزاوية اقل من 25 درجة يبقى ده معناه ان انا لازم اغير الايه، لازم اغير الموديل، انه غير مقبول ان هي ايه، ان هي تقل عن كام، عن 25 ايه درجة. لو تفتكروا من المره اللي فاتت لما كنا اخذنا مره مسالتين، اخذنا ديب بيم مثلا في حمل هنا اف، فقلنا الحمل ده هينزل لاف على 2 واف على 2 الناحيه الثانيه، فطبعا هينزل من خلال ايه تو دياجونالز اللي هما الستراتس، وبعدين هيتولد هنا ايه تحت، هيتولد هنا تاي، فده تاي وده ايه وده استرات، وعندي رياكشن، فعندي كم قوه تقابله تحت 3، وفي ايكوليبريم لان احنا قلنا في الاول خالص لازم يتحقق الايه الايكوليبريم. طيب فين هنا الاسترات، ده الاسترات، ده الاسترات، وفين هنا الطاي وده الايه وهنا الطاي، يبقى فين الزاويه اللي انا بتكلم عليها، يبقى هي دي الزاويه، الزاويه اللي ما بين الاسترات وما بين الطاي ما تقلش عن كام، ما تقلش عن 25 درجه. طب هنا في المساله ديت واضح ان الاسترات اقرب ما يكون لايه، لانه يبقى راسي يعني الزاويه كبيره معديه الايه ال 25 بمراحل. لكن لو دي ديب بيم الكلام ماشي والزاويه متحققه، لكن لو انا تخيلت كنا اخذنا المساله دي المره اللي فاتت، لو انا عندي شالو بيم، لو انا عندي بقى بيم الدبس بتاعها ايه صغير، وجيت انا نفس الفكره حطيت القوه اف وهنا الرياكشن اف على 2، وبعدين قلت همشي بنفس المنطق، يبقى في هنا استرات كده وبعدين يجي هنا ايه، يجي هنا طاي، يبقى ده كومبريشن وتنشن وفي رياكشن. هنا ايه اللي حصل للزاويه، الزاويه صغرت هلاقيها مثلا بقت 15 بقت 10، قلت عن كام، عن 25. طب ده مشكلته ايه، ده مشكلته ايه، ان انت لو وقفت في المكان دوت اللي اتقابل فيه الاسترات مع الطاي على زاويه اقل من كام،
اقل من 25. لو جيت تحلل القوة وتجيب القوة في مين في الاستراد، هتلاقي ايه قيمتها؟ ايه قيمتها؟ كبيرة جدا. يعني هتعمل كراشنج للخرسانة، هتكسر الخرسانة، يعني هتعدي الاف سي يو بمراحل، يعني معناها الخرسانة هتتكسر، يعني معناها يحصل فيلير نتيجة الايه الكراشنج بالخرسانة. بس ما بيحصلش فيلير، يعني الكاميرا مش هيحصل لها فيلير كده. ده معناه ايه؟ ان ده مش هيتحقق، لان هو لما جاء يمشي كده لقى الزاوية صغيرة، فلقى الفرص كبيرة، فقالك لا الوضع ده مش ايه مش هيمشي. طب هيعمل ايه؟ يقولك لا يبقى لازم انا امشي بالزاوية اللي هي ما تقلش عن كام؟ عن 25. فبقى يقول والله يبقى البديل ليا ان انا ابدا انزل بزاوية كام؟ ابدا انزل بزاوية كام؟ بزاوية صغيرة شوية، يعني كبيرة شوية. فيبدا ينزل بقى بزاوية خفيفة شوية، وبعدين يطلع بتنشن وينزل بكمبريشن دياجونال، يطلع بتنشن ينزل بكمبريشن، وهكذا لغاية في الاخر ما يلاقي ايه قرب منين؟ من المخرج. فتبقى هنا في الحالة ديت يبقى انا عملت ايه في الزاوية؟ يبقى انا ايه كبرت الزاوية على اساس ده المنطقي، وده اللي ايه اللي هيحصل. يبقى اللود هيتنقل من خلال شكل مختلف عن الشكل اللي انا كنت فرضه، لان طبعا الفرض الاولاني مش متحقق في الزاوية اللي هي كام؟ اللي هي ايه اللي هي 25 وكده. ال requirement اللي هو رقم 5، احنا قلنا العدد 9، لكن يعني الواحد بيبقى يعني مش متضايق ان العدد 9، الواحد في نفسه ان كان العدد يوصل لكام؟ ل 100 او اكتر. ليه؟ لان هو كانه بالظبط يعني ممكن في الاخر لو انا طبقت الريكويرمنتس دي كلها الاقي الموديل ايه اتعمل واتظبط وكده. فالواحد بيبقى مبسوط ان ايه ان حد بيوجهه، يعني مش يقول 9 كتير وكده. يعني الريكويرمنت رقم 5 بيقول ايه؟ بيقول ان الطاي شود ييلد، يوصل لليلد بيفور ايه بقى؟ بيفور الاسترات ايه؟ بيفور الاسترات كراش. طبعا انت عارف هنا عشان يعني في فعل وفي اسم، يعني هنا يعني ممكن كراش تبقى باسم، يعني اللي هو ايه يتهشم او تهشيم التراس الاسترات يعني. فهو بيقول ايه؟ مين اللي اتكسر الاول؟ لو عندي مساله فيها استراتس وفيها تايز، يبقى انا يهمني مين اللي يوصل الاول؟ يهمني ان التاي يوصل لليلد قبل ما الاسترات يحصل فيه ايه؟ يحصل له ايه؟ كراشنج. مظبوط كده؟ يبقى يهمني ان الطاي يوصل للايه لليلد الاول. طيب ده معناه ايه؟ معناه ايه لو حصل فيلير؟ ده الفيلير ده بيبقى ايه؟ بيبقى بريتل، بيبقى صادم يعني فجائي، ولا بيبقى داكتايل؟ داكتايل. يبقى لو ده اتحقق يبقى معناه ان انا ايه ان انا عندي ايه عندي في المساله في ايه في داكتيليتي، عندي في ممطوليه، عندي في ايه ممطوليه. بنقول ان الطاي المفروض ايه ان هو يوصل الاول. واحنا فاكرين زمان في الخرسانه، كان عندنا كم فيلير؟ لو احنا زمان كان في سنه تانية كنا بنقول ايه الفليكشرال فيليرز. فليكشرال يعني مومنت، يعني لو عندي كاميرا عليها مومنت ففي كام تايب للفيلير؟ كانوا ثلاثة لو تفتكروا. كان عندي فيه تنشن فيلير صح، وكان عندي فيه بالانسد فيلير، وكان عندي فيه ايه فيه كومبريشن. وكنا قلنا لما بنيجي نعمل ديزاين بنعمل ديزاين على مين؟ على إيه؟ يحصل ايه تنشن فيلير. ليه بيحصل تنشن فيلير؟ لان طبعا الحديد بيوصل لليلد الاول، وبعدين يمشي في مين؟ يمشي يعني الحديد بيروح يوصل لاول اليلد. الحديد وصل لاول اليلد، انزل تحت عند الخرسانه. لما بنزل عند الخرسانه تحت بلاقي الخرسانه لسه ما وصلتش لكام؟ لثلاثة من 1000. وانا عندي الفيلير بيحصل لما الخرسانه توصل للثلاثة من 1000 اللي هو اخر ايه اخر استريت. فيقوم الحديد ينزل ما يلاقي الخرسانه لسه ما وصلتش، يعمل ايه؟ يقوم الحديد يدخل جوه الايه يمشي جوه اليلد، ينزل يلاقي الخرسانه لسه ما وصلتش لكام؟ لثلاثة من 1000. يمشي كمان شويه ينزل يلاقي الخرسانه لسه ما وصلتش، يمشي كمان شويه ينزل يلاقي الخرسانه وصلت لكام؟ لثلاثة من 1000. فاول ما الخرسانه توصل يوصل استرين فيها في الكومبريشن عند الاكستريم كومبريشن فايبر لثلاثة من 1000، خلاص يحصل ايه؟ يحصل فيلير.
هنا الفيلير، مين اللي بياخذ القرار للفيلير؟ اللي بياخذ القرار الخرسانه. لكن ابتدى بمين الفيلير؟ ابتدى بالحديد، ان هو دخل فين؟ دخل في اليلد، فانا ان هو يخش في اليلد وبعدين يدخل مراحل جوه اليلد، معنى اللي بيحصل استطاله، بيحصل ممطوليه، بيحصل كراكس، بيحصل ديفليكشن، فبيبقى في تحذير قبل الايه؟ فهو ده السبب، السبب ان انا ببقى عاوز التنشن الفيلير، تنشن فيلير ليه؟ عشان يبقى في تحذير قبل الانهيار، عشان اقدر ايه؟ اخلي الاماكن وكده يعني. فهو هنا بيقول لي ايه؟ ان الطاي شود ييلد، الطاي لازم يسبق مين؟ لازم يسبق الايه؟ الاستراب. كانه بيقول لي بالظبط ان الحديد يوصل ويدخل جوه اليلد قبل الخرسانه بتوصل لكام؟ ل 3 من 1000. هو عاوز برضه تنشن ايه؟ فيلير، لان ما ينفعش الاستراب يتكسر قبل مين؟ قبل الطاي، لان لو استراب اتكسر قبل الطاي يبقى معناها الحديد ما دخلش اليلد، يبقى معناها هيحصل ايه؟ كومبريشن فيلير. طب لو الاثنين وصلوا في نفس اللحظه هيبقى بالانسد، بس برضه حتى البالانسد مش ايه؟ مش مرغوب فيه. ليه؟ لان الحديد لسه برضه ما مشاش جوه الايه؟ اليلد. بيبقى فين؟ بيبقى على اول الايه؟ على اول اليلد. فالسؤال بقى، احنا كنا بنقول بالنسبه للخرسانه المساحه تحت المنحنى بتبقى صغيره، فبالتالي بقول عليها ايه؟ بريتل. بريتل يعني ايه؟ يعني مفيش داكتيليتي. لكن لو انا برسم الاستريس سترين كيرف بتاع الحديد، فلما بيدخل في اليلد مسافه كبيره، فبالتالي المساحه تحت المنحنى بتبقى ايه؟ مساحه كبيره. وانا قلت ان في مقياس تاني اقدر بيه اقيس مين؟ اقدر بيه اقيس الداكتيليتي، ان انا اشوف الابسلون اس التيميت والابسلون اس عند مين؟ عند اليلد. انا عندي هنا انفعالين، في انفعال عند النهايه اللي هو الالتيميت، وفي انفعال فين؟ عند الايه؟ اليلد. فواضح ان المساحه ديت هي المساحه المؤثره، هي اللي بتعبر عن الايه؟ عن الدكتيليتي. فممكن ان انا اقيس الدكتيليتي بان انا اقسم الابسلون التيميت على الابسلون ايه؟ يلد. كل ما الرقم ده يزيد ده معناه ايه؟ ان المساحه تحت المنحنى ايه؟ بتكبر. ده معناه ان في ايه؟ ان في دكتيليتي وكده يعني. فطبعا يبقى انت حريص لما تعمل موديل وتيجي تجيب الفورسز في الممبرز، يبقى تعمل حسابك ان الطاي هو اللي يوصل لايه؟ لليلد قبل ما الاسترات يحصل له ايه؟ يحصل له كراشنج بالايه؟ بالكومبريشن. فالطاي يسبق مين؟ يسبق الايه؟ الاسترات. ما يحصلش الايه؟ ما يحصلش العكس. الشرط او الريكويرمنت رقم 6 ده احنا خدناه زمان في الخرسانه يعني، ده ماشي معانا. بيقول تنشن ان كونكريت، تنشن ان كونكريت ايه بقى؟ كونسيدرد ولا نيجلكتد؟ يبقى از ايه؟ نيجلكتد. ده معناه ان الخرسانه ضعيفه في الايه؟ خرسانه ضعيفه في التنشن، فانا ما بحولش ما بعتمدش عليها. امال انا جايب الحديد ليه اصلا؟ يعني هو الحديد جاي عشان يشيل مين؟ ساعه ما بقول طاي يبقى على طول ايه؟ رينفورسمنت، صح؟ لكن الخرسانه تشيل ايه؟ تشيل كومبريشن. فانا بالنسبه للخرسانه في التنشن عندي حاجتين، عندي سترينس، يعني لو انا بحسب سترينس ده شيء، ولو انا بحسب ايه؟ ديفورميشنز ده شيء تاني. يعني ايه ديفورميشنز مثلا؟ لو انا بحسب الديفليكشنز مثلا، لو انا بحسب الكراكس مثلا، يعني مثلا واحد بيحسب الايه؟ الديفليكشن. لكن لو انا بحسب سترينس، السترينس ده معناه ايه؟ معناه مثلا لو انا عندي قطاع مثلا، والقطاع ده فيه كومبريشن، وبعدين انا قلت الخرسانه ما بتشيلش ايه؟ ما بتشيلش تنشن، فقمت انا ماسح التنشن وحطيت مكانه ايه؟ حديد. وبعدين جيت حطيت هنا البلوك بتاع الخرسان اللي هو 67% الاف سي يو على جاما سي، اللي هو ارتفاعه بيساوي ايه؟ الايه. وبعد كده هشيل البلوك ده واحط مكانه قوه ايه؟ قوه سي. وهشيل الحديد اللي تحت واحط مكانه قوه ايه؟ تي. وبعدين انا عندي ما بين التي والسي في ذراع عزم اللي هو الدي ماينس الاي على كام؟ على 2. ده اللي هو الليفر ايه؟ الليفر ار. طيب انا احسب ايه هنا؟ انا احسب ايه هنا في الحاله دهيت؟ احسب مين؟ لما يبقى عندي قوه سي وعندي قوه تي، يبقى انا بحسب مومنت، بحسب سترينث، بحسب قوه. القوه دي عباره عن ايه؟ المومنت. المومنت ده اللي هو هيساوي السي في الواي سي تي، او بنساوي التي في الايه؟ في الواي سي تي. انا هنا بحسب سترينث، فلو انا بحسب سترينث قوه يعني، ففي الحاله دي الخرسانه ايه بالنسبه لي؟ ايه؟ مهمله تماما. فين مهمله تماما؟ في الايه؟ في التنشن، ملهاش اي قيمه في التنشن. لكن في جانب اخر، لو انا بحسب ايه؟ ديفورميشنز، لو انا بحسب بقى تشكلات، لو بحسب ديفليكشن مثلا، فيقول لي في الحاله دي انا ممكن اشغل مين؟ ممكن اشغل الخرسانه، هو دور بسيط بس بيساهم في ايه؟ في تقليل الايه؟ الديفورميشنز وكده. ولو انت يعني بسيط،
للعلاقه، لو انت بترسم علاقه هتلاقي لو انت اهملت الخرسانه هتلاقي العلاقه طالعه كده، لو انت دخلت الخرسانه في التنشن هتلاقي في جزء بيبتدي بصفر وبعدين بيزيد وبعدين يرجع يتلاشى تاني. هنا في المكان ده معنى كده ان الجزء او دور ده دور الخرسانه، ده دور الخرسانه، ولذلك الجزء ده بيقولوا عليه تنشن، تنشن ستيفنينج. يعني ايه؟ الخرسانه في التنشن عملت ستيفنس لمين؟ للقطاع، زودت الستيفنس بس جزء ايه بسيط، بس سرعان الجزء ده ما بايه ما بيروح، بيروح قدام شويه مع زياده الايه الحمل، لان الكراكس او الاحمال زادت فحصل كراكس كبيره فالدور التهم. فالجزء ده ممكن يعني يدخل في الاعتبار، لكن حتى لو احنا اهملناه فيبقى نشيله خالص ونمشي مع مين؟ ونمشي مع الايه؟ ونمشي مع الخط. فهو عاوز يقول ان انت مسموح لك ان انت ايه تهمل الخرسانه فين؟ في التنشن وكده. يعني الريكويرمنت رقم 7 احنا يمكن قلناه في البدايه بس هنعيده مره ثانيه. بيقول ايه؟ بيقول ان الاكسترنال، بيقول ان الاكسترنال فورسز should apply at ايه بقى؟ هي الاكسترنال فورسز دي او اللودز او الابلايد لودز ممكن تبقى كونسنتريتد وممكن تبقى ايه ديستريبيوتد، يعني ممكن حمل موزع يونيفورم لينير مثلا شبه منحرف مثلث، ممكن يبقى حمل مركز حتى لو هي احمال مركزه، حتى لو هي الاحمال الخارجيه احمال مركزه. فشود ابلاي لازم تتوقع فين او تكون مكانها فين؟ ات ايه؟ مكانها ات نودز، فلازم تبقى عند النودز. فانت بقى تصرف لو عندك حاجه ديستريبيوتد يبقى لازم تعملها تجيب الايكوفالنت بتاعها اللي هو الايه المركز ويتركز عند مين؟ عند النودز، لان ده ترس، والترس مش هيقبل فورسز غير فين؟ غير عند الايه؟ عند الايه؟ عند الايه النودز. ويمكن احنا زي ما قلت قبل كده لما اخذنا المساله كان فيها حمل شبه منحرف فقسمناها لمجموعتين، وبعدين كل مجموعه ركزناها في السي جي بتاع الشكل، وفي النهايه دي قوه اسمها A ودي قوه اسمها B، وبعدين ببدا انزل بقى كده بالقوه لغايه ما اقابل الايه مقابل النود، لغايه ما اقابل ايه يبقى القوه بتوصل لمين؟ بتوصل لنود. فبقى عندي القوه ديت على النود والقوه دي على النود، وبعدين حصل انحراف للقوه وحصل انحراف للقوة الثانية، وبعدين اتولد ايه؟ اتولد طاي افقي، وتولد هنا ايه؟ استرات. وبعد كده بنخرج عن طريق برضو ايه؟ قوة عند الايه؟ عند النودز برضو. حتى الرياكشنز لازم تبقى متركزة فين؟ متركزة عند الايه؟ متركزة عند الايه؟ عند النودز. يبقى انا لو عندي احمال زي الفانيت ايليمنت، يعني لو عندي دي نود وعندي ديت نود وعندي هنا الاحمال متوزعة كده، سواء كانت مركزة حمل بي أو حمل دابيو، الحمل اللي من الأول بطبيعته عند النود ده بنقول عليه إيه؟ نودال إيه؟ بنقول عليه نودال فورس، بنقول عليه نودال فورس. فورس موجودة فين؟ موجودة عند النود بطبيعة الحال، لكن الأحمال اللي موجودة على الممبر ما ينفعش أقول عليها إيه؟ نودال فورسز، أقول عليها ممبر إيه؟ ممبر لودز، لودز على الممبر نفسه، فبقول على دي إيه؟ ممبر إيه؟ لودز. طيب ايه المطلوب مني؟ مش هقدر ادخل اللودز ديت الا عن طريق ايه؟ النودز. ففي الحاله دي لازم اشيلها واحط مكانها مكافئ. مكافئ فين؟ عند النودز. بس ايه الشرط؟ ان النتيجه ما تتغيرش، وده كان الكلام اللي احنا كنا بنقوله في الفانيت اليمنت وكده. يعني نيجي بقى للريكويرمنت رقم 8، ده برضو مهم وهنقف معاه شويه. بيقول ايه في رقم 8؟ بيقول في رقم 8 ان البري ستريسنج، البري ستريسنج بعتبره ان اكسترنال ايه؟ اكسترنال لود. احنا هنا جت جمله بتقول بري ستريسنج، بري يعني ايه؟ بري يعني سابق صح، وستريس اجهاد، يعني انا يعني مسبقا، يعني هجهد شيء مسبقا، هجهده ايه؟ مسبقا. فلو انا بجهد شيء مسبقا فطب هتعامل معاه ازاي؟
اتعامل مع الاجهاد المسبق ده ازاي. فبقول هو بالظبط بالنسبه لي يساوي ايه، يساوي ايه اكسترنال، ايه اكسترنال لود. يبقى هشيل البريس تريسنج واحط مكانه ايه اكسترنال ايه لود. طب تعالى نشوف كده يعني الفكره بتاعت الموضوع بتمشي ازاي. لو تخيلت ان انا عندي مثلا جسم كده من الخرسانه مثلا، يعني عندي قطعه كده دي ار سي اليمنت مثلا، ده ار سي اليمنت قطعه من الخرسانه. وبعدين قمت انا جاي قبل ما اصب القطعه ديت هنشوف مثال يقرب موضوع البريستريسنج وزي بحوله الاكسترنال لود وكده. لو تخيلت ان انا جبت الجزء كده من كاميرا ار سي اليمنت، وانا بصبه قبل ما اصبه جبت زي خرطوم كهرباء كده سبته في المنتصف يعني عشان اعمل فراغ بس، يعني يبقى في مجرى مثلا، في ممر لو دخلت كابل مثلا، كيبل مثلا او سيخ او اي حاجه يقدر يعدي وكده. وبعدين هاجي هجيب بليت كده، ستيل بليت، ده عباره عن ستيل بليت، يبقى بيصد كده في ناحيه. وبعدين هجيب سيخ حديد مثلا، ده سيخ حديد هعديه من قلب الايه الفراغ، ده سيخ حديد. معلش تاني، هنرسم تاني، ده الفراغ وده الستيل بليت. وبعدين عدينا من الفراغ كيبل يعني او سيخ حديد. طبعا احنا عندنا الاسلاك بتاعت الكهرباء اللي هي بتاعت الضغط العالي اللي بنشوفها في الشارع وكده، لو 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 قربت شويه من واحد بتلاقي عندي في شعيرات كده، يعني كل كيبل او بيسموه ستراند، يعني كل فرع يعني بيبقى عباره عن شعيرات. بتلاقي في واحده في المنتصف وفي سته مجدولين حواليها زي الضفيره كده، يعني يعني ده 1 2 3 4 5 6. في النهايه ده كده بيمثل الايه، بيمثل الكروس سكشن بتاع مين، بتاع الكيبل. بتلاقي ايه الستة وايرز دول مجدولين كده حوالين واحد، يعني في واحد كأنه الأكس المحور والستة مجدولين حواليه. الشكل ده على بعضه بيسموه 7-7 واير ستراند. ده المسمى بتاعه ان هو ستراند، بس متكون من كام واير؟ من 7، 1 و6 ايه بيلف حواليه. فتخيل ان داخل الفراغ ده انا عديت 7 واير ستراند، وجيت في الاخر قمت لحمته في مين؟ لحمته في البليت، لحمته في الايه؟ في البليت باللحام، يعني الكيبل ده عدى بره قمت لحمه في البليت، وبعدين قمت شادد الكيبل من الناحيه الثانيه. فالبليت هيعمل ايه على الخرسانه؟ لو انا بدات اشد الكيبل ده بدات اعمل فيه تنشن. التنشن ده بنعمله ازاي؟ بتجيب هيدروليك جاك، بتجيب هيدروليك جاك مكنه، والمكنه بتتركب وبعدين بتشغل كده ايه المكنه، فبتبدا تشد مين؟ تشد الايه؟ السيخ. انا هعمل تنشن، فلما بعمل تنشن الستيل بليد دوت اللي على اليمين ده هيعمل ايه على الخرسانه؟ هيبقى في بيرنج، في تحميل على الخرسانه. بالظبط كده، لو انت ده البليد اللي هو الستيل بليد، ودي القوه تي، فبتلاقي هنا بالظبط في ستريس كده متوزع على البليد، بيعمل بيرنج على مين؟ على الجنب بتاع الايه؟ البليت. طيب انا هقعد اشد الايه؟ الستراند ده او الكيبل ده، ازود القوه مثلا، قعدت وصلت ل 20 طن 30 طن اي رقم، وبعد ما خلصت عاوز ده اربط، عاوز ايه اربط، فهعمل ايه بعد ما بخلص؟ خلاص انا كان عندي ده الخرسانه، وده كان الكيبل، وده كان البليت الملحوم فيه، وبعدين خلصت. دي طبعا في البدايه بنسميها ديد اند. ديد اند ليه؟ لان الاند دي خلاص مربوطه، انما الاند الثاني اللي انا بيبقى عنده التنشن بيبقى بنسميه ايه؟ لايف اند، في بيتحرك ليه؟ في شد وكده. طيب انا خلصت وشديت بالقوه اللي انا عاوزها،
طب ما انا لو سبت ايه اللي هيحصل؟ ما هو هيرجع تاني كل حاجه لاصلها للزيرو، يعني ده شيء طبيعي. فانا عاوز احافظ على القوه اللي انا شديت بيها، انا عملت ايه؟ اجهاد مسبق، فعاوز احافظ عليه. فاقوم جاي ايه؟ اقوم جاي بليت هنا تاني، ماشي؟ طبعا بيكون الكيبل بقى معدي، طبعا مش هعرف الحم هنا، فبيكون الكيبل معدي، فممكن بصموله مثلا او باي وسيله اربط، باي وسيله ايه؟ اقوم رابط، وبعد ما اربط اقطع الزياده بقى، ملهاش ايه؟ ملهاش قيمه. يبقى اللي جوه الخرسانه ده الكيبل ده اندر ايه اصلا؟ اندر تنشن. اندر تنشن لما بيبقى هو اندر تنشن بيبقى البلوك اللي في الاول اللي هو الستيل بليت، والستيل بليت دوت بيعملوا ايه على الجسم بتاع الخرسانه؟ بيعملوا من هنا كومبريشن كده، وبيعمل من الناحيه الثانيه ايه؟ بيعمل ايه؟ كومبريشن من الناحيه الثانيه. يبقى الكيبل اندر تنشن، لكن الخرسانه اندر ايه؟ اندر ايه؟ كومبريشن. اندر كومبريشن. طب ما انا ممكن في الاخر خالص اقول والله المساله اللي فاتت دي كلها استبدلها بان انا احط قوه اف كده، واحط قوه اف، ويبقى القوه اف دي بتعمل ايه على المساله؟ بتعمل عليها كومبريشن، بتعمل عليها كومبريشن، ويبقى هي دي المساله اللي مطلوب ايه حلها. طيب المساله لو انا لو ده الارتفاع دوت اتش، لو ده الارتفاع اتش، يبقى في منطقه هنا، في منطقه هنا هيحصل فيها ايه؟ عدم استمراريه، اللي هي بنسميها الايه؟ بنسميها الايه؟ الدي ريجون، بنسميها الدي واحد مثلا. ونفس القصه هيبقى الناحيه الثانيه ليه؟ هنا الدي ريجون جت بسبب ايه؟ هل في تغير في القطاع؟ هل في تشنج في الدايمنشنز؟ ولا في بسبب اللودز؟ بسبب اللود. وطبعا هاخد هنا برضو مسافه ايه؟ اتش، وهنا مسافه اتش، يبقى عندي كام دي ريجون في المساله؟ عندي 2 دي. طب اللي بينهم عباره عن ايه؟ عباره عن دي ريجون خلاص، لان الحمل المركز دوت هيبدا يعني ايه يتوزع لغايه ما يبقى في منطقه ما ايه؟ يونيفورم. يبقى في منطقه ما، يبقى المنطقه بتاعت البي ريجون انا متوقع الاقي الحمل فيها ايه؟ اللي كان مركز هنا يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها ايه؟ توزع على العرض كله، وقامته تفضل ماشيه ثابته ثابته مسافه البي ريجون، وبعد كده يبدا يخرج يتخنق تاني ويطلع ايه؟ عن طريق مين؟ عن طريق الاف. فانا هنا شلت القوه او شلت البري ستريسنج واستبدلته بايه؟ استبدلته باكسترنال ايه؟ لود. وبالتالي هنا المساله اصبحت ايه؟ كانها مساله عاديه، يعني زيها زي ايه؟ زي اي مساله. هنا بقى الاسم ان دي بري ستريسد، يعني مساله بري ستريسد، يعني في المسائل اللي كانت قبل كده لو احنا سمينا دي مساله بري ستريسد، قبل كده بري ستريس كونكريت مثلا، لا قبل كده كان عندي ار سي، كنت بتعامل مع خرسانه ايه؟ مسلحه. وفي طبعا خرسانه نوع تاني من الخرسانه اسمه الخرسانه العاديه، فعندي خرسانه مسلحه، وعندي خرسانه عاديه، وعندي خرسانه سابقه الايه؟ سابقه الاجهاد. طيب بس واضح ان الاسترات اند تايم موديل ممكن تتعامل مع ايه؟ مع كل النظريات دي. فبدل ما يقولوا بقى ايه عناوين كده ان انا احل البري ستريس بالاسترات اند تايم، واحل الار سي بالاسترات اند تايم، واحل البي سي بالاسترات اند تايم، قالوا لا، طب ما انا ممكن استخدم الاسترات اند تايم موديل لان انا اتعامل مع ما يعرف بايه؟ بستراكشرال ايه؟ كونكريت. هنا بقى كلمه استراكشرال كونكريت تعني بقى الايه؟ الار سي والانواع الايه كلها بتاعت مين؟ بتاعت الايه؟ الخرسانه وكده يعني. ف يعني هي نظريه ايه؟ نظريه عامه، يعني نظريه عامه بتشمل كل الايه؟ الاليمنتس كده. وبالتالي بيقولوا عليها ايه؟ بيقولوا على الاسترات اند تايم موديل بيزد على الكلام دوت ان هي ايه؟ يونيفايد ايه؟ يونيفايد ميثود. يعني ايه؟ يعني كانها نظريه موحده او وحيده بتنفع لكل الايه؟ لكل الانواع اللي هتقابلك، بري ستريسد ماشي، بلين كونكريت ماشي، رينفورسد كونكريت ماشي، فهي ماشيه مع الايه؟ ماشيه مع الكل وكده يعني. طبعا استكمالا لموضوع البري ستريسنج وكده، يعني ممكن يبقى عندي مساله اضطر انا وانا بعمل اجهاد مسبق اخلي الشد بتاعي فين؟ فين؟ في المحور. اخلي الشد فين؟ في المحور. يبقى هنا ده بنقول عليه سنتريك. سنتريك يعني ايه؟ يعني في السنتر، يعني الاي بتساوي كام؟ بتساوي صفر، يعني مفيش اكسنتريستي. طب ده هيعمل ايه؟ البري ستريسنج ده هيعمل ايه؟ هيعمل شير ومومنت ونورمال، ولا هيعمل نورمال؟ هيعمل نورمال فورس دايجرام فقط، مفيش غير نورمال فورس دايجرام. انا في احيان اخرى بيبقى محتاج ان انا اخلي القوه بتاعت البري ستريسنج
تحت شويه، يعني يبقى بينها وبين المحور يبقى في ايه اكسنتريستي اي مثلا، فالنوع ده بقى هيبقى ايه، يبقى اكسنتريك بقى، بدل سنتريك يبقى ايه، يبقى اكسنتريك. اكسنتريك يعني ايه؟ يعني بيأثر لا محوري. يعني هنا هيعمل ايه بقى في الحاله دي؟ هيبقى هيعمل مومنت، هنا هيعمل مومنت. طبعا الجزء ده اللي هو بيبقى فيه القوه ده، سواء القوه مترحله او مش مترحله، ده بيقولوا عليه كده، بيقولوا على الحته ديت اللي هي الدي ريجون او الجزء الاخير او البلوك الاخير من الجسم، بيقولوا عليه الاند ايه، الاند بلوك. الاند بلوك لا، ده البلوك اللي في نهايه الايه المساله، اللي هيبقى عنده الدي ريجون ده اللي بيبقى محتاج مني ان انا ايه، فانا دايما هبقى محتاج ان انا ادرس الايه الاند بلوك. طب ليه انا نزلت القوه تحت؟ ليه انا نزلت القوه تحت؟ لان انا لو عندي سي، لو عندي سمبل بيم مثلا كده، لو عندي سمبل بيم وعليها احمال، وعليها احمال، الاحمال هتعمل ايه؟ هتعمل تنشن فين وكمبريشن فين؟ تنشن تحت وكمبريشن ايه فوق، هتعمل تنشن تحت وكمبريشن ايه وكمبريشن فوق. طب لو انا عاوز حاجه تعكس الكلام ده، تقاومه عشان اكبر الاسبان، ما انا مشكلتي في الكاميرا ديت انه كل ما اكبر الاسبان احتاج حديد كتير ودبس كبير. طب لو انا قصرت بقى على المساله باحمال معكسه ضد الاحمال اللي هي بتعمل تنشن تحت وكمبريشن فوق، انا اقصر بحمل يعمل تنشن فوق وكمبريشن فين؟ تحت، بحيث يعاكس مين؟ يعاكس الاحمال. يبقى انا في الحاله ديت كاني ايه؟ لشيت تاثير مين؟ الحمل، فاقدر اكبر مين؟ اقدر اكبر الاسبان، واقدر اصغر الايه؟ الابعاد. فده فايده مين؟ ده فايده ان انا اعمل بريستريزد، ان انا باثر بحمل يدي نتائج معاكسه للحمل بتاع المساله، فبالتالي كان حاجه بتلاشي حاجه، كانه في النهايه الكاميرا مفيش عليها ايه؟ مفيش عليها احمال، فده طبعا هيعمل ستريس ايه؟ هيعمل ستريس عكسي، هتلاقي فيه التنشن فوق والكمبريشن ايه؟ والكمبريشن تحت، طبعا لما تجمع الاثنين على بعض يبقى انت بايه؟ بتستفيد ال 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 في جزئية اللي هو آخر رقم 9 على أساس طبعا ننهي المحاضرة وبعدين نكمل المحاضرة الثانية. رقم 9 اللي هو requirement، رقم 9 مرتبط بالتسليح، بيقول إيه؟ بيقول إن reinforcement، reinforcement اللي هو التسليح should be adequately anchored بيقول ان التسليح، انت عندك حديد، فلازم بيقول السيخ لازم يتربط في النهايه كويس. انا عارف انكر يعني ايه، كلمه انكر يعني ايه؟ انكر يعني خطاف، يعني حاجه كده النهايه بتاعتها خطافيه. ليه؟ لان انت لو جيت تشد حاجه يعني مدفونه والنهايه بتاعتها خطافيه، هيبقى كانها مربوطه كويس، فبنقول عليه ايه؟ adequately anchored، يعني ايه؟ يعني مربوط في النهايه كويس. لان لو انت بتشد سيخ والسيخ ده اتحرك معاك، يعني انا لو عندي مثلا جسم خرسانه مثلا بالشكل دوت، عندي دفنت سيخ من الحديد جوه الخرسانه وبعدين بشد السيخ، فانا مصلحتي ان السيخ ده يتفصل نصين قبل ما يخرج، صح؟ معنى ايه ان هو يتفصل نصين قبل ما يخرج؟ معناها ان هو وصل لليلد ومشى في اليلد مراحل واستنفذ، يعني جاب كل اللي عنده قبل ما يخرج. لكن لو السيخ دوت خرج من الخرسانه، ده معناه ايه؟ معناه ان الطول ده مش كفايه، ان الطول المدفون ده مش كفايه، وبالتالي السيخ ممكن ما يوصلش لليلد، يخرج بدري عن ان هو يوصل لليلد، فيبقى انا ما استغلتوش، ما استنفذتش الطاقه اللي عنده. فانا لازم اقول ايه؟ لازم الجزء المدفون ده يكون كافي بحيث ان السيخ ده يتقطم او يتقطع نصين قبل ما ايه؟ قبل ما يقتلع، ممنوع ان هو ايه؟ يقتلع. فده المفروض او المقصود بايه؟ adequately ايه؟ anchored. ده هيبان فين في المساله؟ لو انا عندي مثلا مساله ديب بيم، والديب بيم فيها حمل فوق كده مثلا، وبعدين في اثنين رياكشنز، فنزل ادا استرات وادا ايه؟ استرات تاني، وبعدين اتكون هنا ايه؟ اتكون هنا تاي. فين بداية التاي؟ فين بداية التاي؟ بداية التاي هي النود A والنود B، ده بداية التاي. يعني أنا التاي ده كأنه في الهواء، مربوط فين؟ المنطقة اللي مربوط فيها التاي هي A و B، فالمفروض التاي ده يتمد بعد الـ A والـ B مسافة تكفي إن هو إيه؟ يعني أنت لو جيت تبص هتلاقي إيه اللي موجود هنا في المكان دوت؟ إيه اللي موجود بعد السيخ؟ يا
يا دوب الكفر، يا دوب الكفر، وانت بدأت تشد، فما فيش امكانيه لانك تدفن جزء من السيخ داخل الايه، داخل الخرسانة. في الحاله ديت يمكن قلنا في المساله اللي فاتت ان انا بتخيل ان انا هجيب هنا ايه ستيل بليت، يبقى ايه في الاوتسايد، واقوم الحم فيه مين؟ الحم فيه الايه، الحم فيه السيخ. وبالتالي لو انا جيت اشد السيخ دلوقتي، هل السيخ دوت هيتشد؟ ليه؟ لان السيخ ده لما بيجي يتحرك، عاوز يمشي كده، فالبليت بيصد ليه البليت؟ لان البليت عامل بيرنج على مين؟ عامل بيرنج على الايه، على الخرسانه من بره. لكن لو انا شلت البليت، السيخ ده هيتفك بسرعه، يبقى المساله ديت مش هتلحق تواصل، هتتكسر بسرعه، مش هتشيل احمال، لان الطاي ما قامش بدوره، اتفك بدري شويه وكده. يعني مثلا لو انا عندي اخر حاجه، لو انا عندي فلات بليت، لو عندي بلاطه مثلا فلات بليت، بلاطه في سقف مثلا، وبعدين حصل كراكس زي نتيجه البانشنج او الشير مثلا. ففي احنا عندنا يمكن في مصر، في الكود المصري بنقول الشير يقام باكمله بالخرسانه، مفيش تسليح في البلاطات للشير. لكن حاليا بيجهزوا شابتر في الكود المصري الجديد انه يقاوم الشير او البانشنج بحديد. ففي الحاله دي الناس اللي كانوا بيقاوموا كانوا بيحطوا ايه، بيجيب كده قطعه من الحديد، يحطها راسي. طب ما القطعه ديت الطول المدفون هو الطول اللي من الشرخ لغايه تحت، او الطول اللي من الشرخ لغايه فين؟ لغايه فوق. فاذا كان السكنس كله كان 20، وبعدين في كراك قسم سي الشرخ اللي ارتفع له الصيد، فلو حطيت قطعه من الفرس من الحديد راسيه هتلاقي الطول المدفون قصير، فطبعا مش هيحصل ايه، مش هيبقى ادكوتلي ايه انكورد. فكانوا بيعملوا ايه، بيجي في نهايه الجزء ده ويعمل راس، كان ده مسمار، كان ده ايه، يحول قطعه الحديد دي الى مسمار، له هيد. والهيد ده بيسميه ايه، بيسميه ستاد، على اساس يضمن ايه، لما تيجي تشد المسمار دوت يبقى الهيد بتاعه تعمل ايه، تبقى كانه ايه ممسوك كويس، او كان في نهايته خطاف او حاجه تساعد على انه يبقى مربوط جيدا، وبالتالي ما يقتلعش، وبالتالي يقوم بالايه، بالدور بتاعه. يعني انا محتاج السيخ ده في الاخر يتقسم نصين بعد ما يوصل لايه، يوصل لليد كده. احنا خلصنا الريكويرمنتس التسعه، فهنكتفي وبعدين ناخد